الوحدة كان هو البدء بالتسجيل في هذه المباراة بأول ركلة جزاء من أصل أربع ركلات جزاء احتسبها حكم المباراة. أول الركلات تقدم لها سبيستيان تيغالي ونفذها بنجاح في مرمى الظنحاني في الدقيقة 21. وفي الدقيقة 26 بيدرو كوندي عريس هذه الليلة يسجل أول أهداف بنياس وأول أهدافه الشخصية في المباراة. في الدقيقة 31 حكم المباراة يحتسب ثاني ركلات الجزاء في المباراة وأول ركلة جزاء لبنياس نفذها بنجاح بيدرو كوندي في مرمى محمد الشمسي. في الشوط الثاني من اللقاء دخل بنياس مهاجما وكان له مأرد بتسجيله للهدف الثالث عن طريق كوندي ليوقع على الهاتريك. وفي الدقيقة 60 خليل إبراهيم البديل يلعب كرة عرضية يحولها سبيستيان تيغالي برأسه في مرمى الظنحاني مسجلا ثاني أهدافه الشخصية وثاني أهداف الوحدة. في الدقيقة 71 الكرة التي كانت بمثابة نقطة التحول في المباراة سبيستيان تيغالي يسدد ركلة الترجيح ركلة الجزاء عفوا يبعدها الظنحاني لترجع كرة مرتدة يسجلها بيدرو كوندي بنجاح مسجلا السوبر هاتريك ومسجلا هدف الاطمئنان لبنياس. لكن مهرجان ركلات الجزاء لم ينتهي بعد. ركلة جزاء رابعة يحتسبها حكم المباراة هذه المرة ينفذها كارليتوس بنجاح في مرمى الظنحاني ثالث أهداف الوحدة.